عزيزتي وينك توحشتك وين غاتس يا اخي انت تياني ليكش في الدور ماك تعرف بابا مرجني بالقرايه تعرف على الاخ ريفز قاعد كل يوم الريفز ها ما قلتليش اش فما جديد قاعد تريفز انت في الدار توحشتك ونحب نراك على الاخ تي بابا مرجني في الدار مرجني على الاخ هيك اسنان شنو شنو كيف عرفت اللي بابا فرتس وبوتي طلع زاد في بالك اللي هو قرنات ويشخر في الليل اما راه والله والله قلبه بيه واللي في دي مش ليه اقسم بالله فاش تعمل بابا تعبت من ريفيزيون قلت الريفز شوي مع زميلتي انا نكلمها اه الناس ريفز في الباك وانت لقيت 12 لقيت 12 اش حذرت الباك بابا حذرت الباك يا بابا صليت الفجر وصليت الصبح وشربت كيس شبريوي من زمزم كنت معربك عبيت تمر ومشي نقرا في الليسين نلقى رجل طلبت 10000 قلت ادعي لي 9500 للباك و500 نلقى بنيه الحليب يا ولدي انا قلت لك اش حذرت للباك مش اش حذرت لاخرتك يا بهيم هذه اخرتك اللي قاعد تحضر لها هاي نحبك تحضر للباك قديش جبت في وسط العام شد عندك جبت 7 تريمستر الاولى وجبت 7 تريمستر الثاني اه معناتها ناقصتك 7 وتجيب البرميلة بحول الله يا ولدي اخي تحب الدوبل وتفضحني في الحومة لحظة بابا ولدك راني انا وماني اسمعني انا مانيش باش نفضحك في الحوم معناتها باش تقرا وتنجح ليه يا بابا باش ندوبل مش نقول لحد باش نبقى بيني وبينك باش تهبلني انت اخي ما عندك ما تعمل قالك ما عندك ما تعمل علاش هيك يا ولدي علاش راك 3 سنين في الباك شنو ناوي تعمل 3 سنين في جرت معاهم وانت تدوبل يا بابا فهمني 3 سنين في الباك باش نكمل عامين اخرين وخو فوند كوميرس حل مشروع على روحي نربح الفاز هكا باش تحل فوند كوميرس يا ولدي يهديك راك على ما دوبلت في آخر العام ما عادش باش يبعثولك مساج رفيزي باش يبعثولك هكا يقولك كل عادة يا برو يهديك راه ولد عمتك خذا الباك بمونسيون ولد عمك خذا الباك بمونسيون عمي خذا الباك بمونسيون لا خذاه هو على جنابه يهديك عاش ولدي يهديك اقرا وانجح راني بوك راني اقرا وانجح شيدي يا بيه الله نتربحك 3 في المات 2 في الفيزيك 1 في الليبين يلا نتربحك ركبين مش كون نتربحك يا بهيم يا باب البلتان تيعك هذيك لقيتها في وراقي راه كبيرة هي كانت جاب حيرة قلبي كان دي جاب حيرة العمرة سكنت الحيرة قلبي كويت الحيرة زرت ولي زرة الله يسبنا تسبيحة كبيرة على سدك وجاكو